الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلمك علينا. مين فينا ما بيصحاش من النوم ويسأل نفسه ويقول إيه اللي حصل لي النهاردة ده؟ هو أنا ليه ما نمتش كويس؟ طب ده أنا داخل السرير بدري، إيه اللي كنت شايفه جنب السرير؟ ومين فينا ما بيصحاش من النوم ويقول ياه، على الرغم من اني نمت ساعتين بس او حتى ساعة واحدة، الا اني نايم مستريح جدا وصحي من النوم كويس قوي. حد فينا فكر ليه هو بيصحى من النوم مزعوج وليه هو بيصحى من النوم مرتاح؟ هنا بنسأل نفسنا سؤال، هل احنا بنتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم؟ هل احنا بنتبع الصحيح في النوم؟ هل وضعية النوم بتاعتنا هي الوضعية الصحيحة اللي تخليك صاحي من النوم مستريح، مش شايف أحلام، مش شايف كوابيس بتؤرق عليك منامك؟ هنا ممكن نتكلم عن أربع أنواع من أنواع النوم اللي بتكون سبب يا إما في الراحة يا إما في الأرق والكوابيس وأكثرهم الجاسوم. طيب اسمحوا لنا ناخد اتصال الأول وبعدين نكمل أنواع النوم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معايا يا فندم؟ أميرة. أهلا يا أستاذة أميرة، اتفضلي. هو أنا عندي حلم. اتفضلي قولي الحلم بتاعك. طيب، هو أنا حلمت إني قاعدة في حمار، أنا ووالدي وطفل صغير. قاعدة فين؟ قاعدة في كل حمار. تمام. والحمار بيجري بينا. تمام. وسرع جدا، مع انه يعني ما مشيناش سرع جدا يعني. تمام يا أميرة، انت متجوزة يا أميرة؟ لا انا لسه وصغيرة. عندك كم سنة؟ 16 سنة. طيب، وكان مين على الحمار؟ انت وطفل صغير ومين كمان؟ انا وطفل صغير ووالدي. ووالدك. طيب حاجة تانية يا أميرة؟ راح وقعنا الحمار ده. تمام، وايه كمان؟ وبعدين كده هو وراح جن تاني الحمار ده. اه، ورحت انا طلعت فوقيه لحالي. اه، الطفل الصغير قاعد جنب والدي، وبعدين والدي بقى والدتي. تمام، وبس كده. طيب شكرا يا أميرة، شكرا لاتصالك. الحقيقة ان الحمار من الرموز الحلوة جدا في الحلم. بصي يا أميرة، ان شاء الله يعني وبفضله انت هتقدم لك راجل كويس جدا. تمام، بس الخطبة دي مش هتتم من اول مرة، لأن الحمار هنا معناها رجل، ورجل كريم ورجل شهم ويتحمل المسؤولية، لكن بسبب بعض يعني نقول المشاكل أو بعض الكلام اللي بيحصل في الخطوبات وكذا وكذا، الموضوع ده مش هيتم من أول مرة، عشان كده أنت وقعت أنت ووالدك من على الحمار، رغم أنه كان سريع جدا. هو عريس يعني إن شاء الله في خير. تمام، هيمشي بس هيرجع تاني، فأبشري بالخير يا أميرة. طيب ناخد اتصال كمان. أستاذة ولاء. طيب فاصل ونرجع بعد الاذان وناخد استاذه ولاء بعد اذان الظهر. اتفضل من جديد، اهلا بكم. كان معانا ولاء قبل الفاصل. الو الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايزه افسر حلمين صغيرين. اتفضلي يا استاذه ولاء. لو سمحتي، انا حلمت انا ابني، عندي ابن صغير عنده 4 سنين ونص بس ما شاء الله يعني زي القمر. فحلمت كل ما حد يشوفه يعني يقول لي الواد الجميل ده جاي منين ومش عارفه ايه ما شاء الله. فبعدين شفته في الحلم ان هو كان معايا في حته، والناس كل ما يشوفه برضو يقولوا هو حلو كده ليه ومش عارفه ايه. فمره واحده ما لقيتش ابني معايا، فببص في مكان الجامع اللي هو مكان الجامع عندنا، كان مكان الحمامات اللي الناس بتخش فيها تتوضى وتصلي، لقيت ابني في سرير وراقد عليه وبيقولوا ابني. بسال الناس بقول لهم ايه ابني فين ابني فين، قالوا لي ده ابنك متوفي وفين. ولقيت ابني وشه ازرق ونايم على السرير ده. وشه ازرق خالص ونايم على السرير ومتوفي. تمام. انا قعدت اصرخ على اخر في الحلم واعيط واقول ابني مات ابني مش عارفه ايه، يعني الحاجات دي كلها بقيت يعني واعيط على اخر. فمش عارفه في الاخر هو صحي ولا ما صحيش. تمام، والحلم الثاني؟ الحلم الثاني حلمت ان انا بشد زي حبل كده من زوري، بس هو مش حبل، حاجه لينه كده، واشد واشد وبعدين انقطع، وبعدين بشد تاني بقول روحي هتطلع، انا روحي هتطلع، وبعدين روحي كانت هتطلع، قلت خلاص دي اخرتي بقى، انا روحي بتطلع بصدق يعني. تمام، ماشي كده. اي استفسار تاني؟ شكرا لك. شكرا يا فندم.
طيب أستاذة ولاء، الحلم الأولاني ابنها عنده 4 سنين ونص وحلو زي القمر، وبعدين حلمت إنها شافته وهو متوفي في حمام الجامع، دي هلاوس يا أستاذة ولاء. يعني أولا هو ربنا يخليهولك، بس حضرتك من كتر ما أنت مقتنعة إن هو حلو زي القمر فأنت بتهلوسي بما يشابه الحسد. الناس حسدوه، ابني هيجرى له حاجة من كتر الحسد، ابني هيضيع مني، لازم أخبيه. أنت على الرغم من إن هو حلم لأنه في إشارة إن حضرتك بتخافي من الحسد جدا، بس أنا عايزة أقولك ما تخافيش، ربنا يحفظه بحفظه إن شاء الله، ودايما يرقيه. تمام؟ يعني لدينا في السنة يعني ما يكفي، ارقيه بالرقية الشرعية، المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي والفاتحة، وإن شاء الله يبقى زي الفل ومحدش يحسده منك ولا حاجة. أما الحلم التاني فحضرتك حلمت إن أنت بتشدي حبل، أنت هو مش حبل بس زي حبل كده وطالع من زورك وحاجة لينة، وبعدين شوية واتقطع، وبعد كده بتشديه تاني، قلتي خلاص بقى هي دي آخرتي. يا أستاذة ولاء، ربنا قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واضح ان حضرتك في مشاكل مع اخواتك او مع يعني ذو القربة منك، وهم ناس قريبين، اخواتك او زوج حضرتك، او يعني واضح ان انت عندك مشاكل بتخص صلة الرحم، فعليك بوصلها، فمن وصله وصلني. تمام؟ نرجع بقى لموضوع. طيب معانا اتصال كمان، استاذة ميادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه لو سمحت يا دكتورة، أنا عندي حلم بس عايزة حضرتك تفسرهولي. اتفضلي يا أستاذ. أنا حلمت من كام يوم كده إن أنا قاعدة في بيتنا، ولقيت أخت جوزي جايالي بتقول لي تعالي معايا السوق عشان أديكي الحاجات بتاعتك. فروحت معاها، ودتني في مكان كده، فلقيت المكان ده فيه 4 كرنبات مزروعين في الأرض. تمام. بس هو ما كانش يعني ما كانش مكان فيه زرع ولا حاجة، هما دول بس اللي مزروعين. تمام. اتحوط عليهم كده، فبقول لها ايه ده يا عمتي، ده دول مش هقدر اشيلهم. قالت لي لا، هم دول منابك انت هتاخديهم. كانوا 4 كرنبات 3 خضر جنب بعض وواحده صغيره كده لوحدها. قلت لها طب شيلي معايا، قالت لي لا دول بتوعك محدش هيشيلهم الا انت. تمام. بس كده لو سمحت فسروا لي عشان اتكرر معايا كم مره. طيب. وعلى فكره انا متجوزه ومعايا ولد. طيب اوكي يا استاذه، شكرا. مع السلامه. الحقيقه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اكفنا شر خلقك. الرؤية دي فيها تحذير، مش هنقول من الشخص اللي شفتيه في الرؤية، الله أعلم، ولكن السوق سوق والكرنب كرب. احذري من الوقوع في مشكلة، احذري من إن حد يوقعك في مشكلة يكون يتسبب لك فيها في كرب شديد. 4 كرنبات ب4 مشاكل وسوق، يعني سوق نية، احذري من سوق النية، وربنا يكفينا شر ذو الوجهين وذو اللسانين، أمين يا رب العالمين. تمام. نرجع لموضوع حلقتنا، وكنا بنتكلم عن انواع النوم. انواع النوم اللي بتكون سبب اما في راحتك وانت نايم او انت صاحي من النوم، واما في ارقك. في اعزكم الله الشخص اللي بينام على وشه، وفي اللي بينام على ظهره، وفي اللي بينام على جنبه الايسر، وفي اللي بينام على جنبه الايمن، ايهما اصح؟ وايه يا ترى النومه اللي ممكن تخليني اصحى من النوم مستريحه؟ طيب اولا خلينا نوضح ان التلات انواع الاولانيه اللي هي النوم على الظهر او على البطن او على الشق الايسر لكل منهم اضراره، لكل منهم مساوئه. مش هنتكلم عن المساوئ الطبيه لان ده مش مجالنا، بس سريعا نقدر نقول ان مثلا النوم على الظهر بيسبب ان حضرتك بتضغط على الرئه وبتضغط بسبب ثقل الجسم، والنوم على البطن بيكون للاسف بيسبب يعني مشاكل في الكبد. النوم على الظهر كمان من الاشياء اللي بتسبب شخير بصوت عالي جدا لدرجه انك تحس بارق ما تقدرش تنام من صوت شخيرك، بتسبب جفاف في اللثه وارتجاع اللثه للاعلى، لكل منهم مساوئهم. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فلم يترك لهذا أمرا شأنه شأن أي شيء، بل تحدث عنه وقال يعني إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوء الصلاة ثم اضطجع على جنبك اليمين وقل اللهم لك أسلمت نفسي، وكان يضع يده الشريفة على خده عند النوم. وقد أثبت علميا أن هناك من الأوتار في الأيدي اليمين ما يتجانس مع أوتار الخد اليمين أيضا، فيكون له سبب في الراحة البدنية وسبب في استرخاء عضلات المخ، ويكون بتهنأ بنوم سعيد. فعلشان كده قبل ما نفكر أنا الأرق والتعب اللي بيحصل لي ده بيحصل لي ليه وبيحصل لي إمتى، أنا لازم أفكر في الوضعية اللي أنا بنام فيها أصلا. طيب معانا استاذ اسامه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت في حلم بيتكرر معايا على طول. اتفضل يا استاذ اسامه. انا شغال في شركه ودايما بروح يعني دايما في ساعات الخروج اللي هي الساعه 4 وانا مروح دايما الاتوبيسات بتسيبني وتمشي، دايما في اي حاجه بتعطلني، البصمه مش شغاله، بخرج ما بلحقش الاتوبيس. تمام. حلم على طول يعني. تمام. طيب. الحلم ده بيتكرر معايا كتير قوي. حضرتك متجوز يا استاذ اسامه؟ متجوز اه. طيب تمام. شكرا يا فندم. الحقيقة إن الحلم ده دليل على تأخير أمور كتيرة في حياتك، مش المقصود فيها إن حضرتك وأنت بتروح متأخر. الحلم ده التأخير هنا المقصود فيه أولاً يعني حضرتك عندك مشكلة في علاقتك مع ربنا، راجع علاقتك مع ربنا. ليه؟ لأن التأخير يا جماعة دايماً نسأل نفسنا إحنا ليه حياتنا بتتأخر؟ إحنا ليه كل حاجة عندنا بتيجي متأخر؟ ليه مش بوصل في الميعاد؟ راجع علاقتك مع ربنا، كل سيئة هي منك. كل عمل احنا بنواجهه في اقدارنا وفي حياتنا بتكون نتيجه لاعمالنا وافعالنا، فحضرتك محتاج تراجع علاقتك مع ربنا يا استاذ اسامه، لان عندك قصور شديد في علاقتك بربنا هي السبب في التاخير اللي بيحصل لك في كل حاجه. حضرتك عندك تاخير في تحقيق اهدافك، اي حاجه بتسعى اليها للاسف مش بتتحقق بسرعه، عندك مشكله في انك يعني كل موضوع او مشروع بتمشي فيه بيحصل فيه عثرات، والسبب ان علاقتك بربنا يعني شويه محتاجه تعديل. طيب معانا مدام نسمة. الو الو. ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. دلوقتي انا حلمت انا في بيني وبين جوزي مشاكل. تمام. وحلمت ان انا حامل وفي الحمل ده ولدت بس قبل ميعاد الولاده. تمام. ولما ولدت بنت اموره قوي. تمام. ولدتها في حجري ولاده طبيعيه، ما تعبتش خالص، ما حسيتش باي تعب ولا حسيت باي ولاده. تمام. بس هو ده الحلم يعني، بس خلص أنا الحلم كده مشاكل. تمام. حضرتك حامل اصلا يا استاذه اميره؟ لا انا مش حامل اصلا، في الاصل مش حامل. تمام ابشري. طيب استاذه اميره كانت وضحت ان في بينها وبين زوجها شويه مشاكل، الحقيقه ان الحلم ده بيدل على تيسير امور حياتها، الولاده في الحلم تيسير لامور حياتها، وكانت في الحلم فاكره انها حامل في ولد ولكن هي يعني ولدت بنت وولدتها ولاده طبيعيه وكانت مستريحه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا استاذه اميره حضرتك عندك افكار خاطئه، متخيله ان رجوعك لزوجك او متخيله ان الوصال بينكم هيكون في مشاكل، بالعكس الحلم ده بشرى لحضرتك انك ان شاء الله لما ترجعي لزوجك حياتك هتبقى اسهل، وان شاء الله في تيسير للامور، وكمان في ايام حلوه جديده جايه، لان البنت في الحلم يعني ايام وبشرى سعيده قادمه اليك ان شاء الله، فابشري بالخير. طيب معانا استاذه ام احمد من اسيوط. الو. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره الشاشه والله. اشكرك يا ستي، اهلا وسهلا، اتفضلي. عندي ثلاث احلام صغيرين خالص. طيب اتفضلي. اول حلم حلمت والدتي المتوفيه قاعده كده بيت جدي اللي والدها يعني نايمه كده على كنبه، مسدده على كنبه. تمام. فكان جنبيها كده كرتونه مليانه حلويات جاتوهات والحاجات دي. تمام. فقالت لي خالتك ما ادتلكش منه، قلت لها لا، راحت معبيالي صينيه كده مليانه من الحاجات دي، صينيه شاي واداتها لي. ده اول حلم. تمام. تاني حلم عندي بنتي 7 سنين. تمام. حلمت ان عندنا في البلكونه في بيتنا 5 صناديق مليانين ذهب، وجنبهم شنطه مفاتيح اللي هم مفاتيح الصناديق دي. ما شاء الله. رحت انا فتحت بالمفاتيح ورحت للشيخ سالته. قلت له لقيت في بلكونتي صناديق فيها ذهب، راح قال لي في اي حلم هتلاقي كلب، في اي حلم هتلاقي كلب. الحلم الثالث. تمام. برضو حسيت دي حفرت لقيت صندوق قديم من داخله ذهب، وخدت الذهب ثاني مره، لقيت ثاني مره برضو. ثالث مرة لقيت الصندوق فاضي وريحته طالعة من ريحته حاجة وحشة. لا معلش قولي الحلم الثالث ده تاني يا ست أم محمد. حاضر. حبيبتي برضه نفسها دي. اه. حلمت إن أنا لقيت صندوق كبير من داخله ذهب. اه. حفرتي عندي في البيت يعني. تمام. أول مرة لقيت فيه ذهب، وتاني مرة لقيت فيه ذهب، وتالت مرة لقيته فاضي وطالعة من ريحته حاجة وحشة، فرميته بعيد. تمام. وبقول ايه، قال انا دايما الاقي ده في بيتي بس كده. تمام. بس كده. طيب شكرا يا ستي.
الحلم الاولاني ان حضرتك شفتي والدتك المتوفيه وهي نايمه على الكنبه وجنبيها صندوق حلويات وجاتوهات واديتك منها. اولا ابشري بالاخبار السعيده والفرح يدخل بيتك ان شاء الله، لان احنا قلنا قبل كده ان كل عطايا الاموات خير، وخصوصا لما يجي الميت في حاله كويسه. والحلويات اصلا يعني احنا معظمنا بنعمل الاشياء الحلوه دي في المناسبات السعيده، فان شاء الله داخل عليكي مناسبه سعيده جميله ان شاء الله. اما الحلم الثاني، حفيدتك اللي قالت لك شفت شنطه ثلاث شنط ذهب او ثلاث مفاتيح ذهب، ثلاث شنط ذهب وفي بعد كده شنطتين مفاتيح. الحقيقه ان مش الذهب كله يعني محمود، مش كل الذهب في الاحلام محمود. حضرتك عندك دلوقتي في الحلم ده عندك مشكله، ثلاث مشاكل بثلاث صناديق ذهب موجودين في بيتك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك بحلها. ومع ذلك تتاكد المشكله في الحلم الثالث اللي هيجي من وراها الصندوق اللي ريحته وحشه، فاحذري من مشكله من الثلاثه اللي ربنا هيحلهم لك انها هترجع تاني، بس هيكون فيها كلام مش كويس، لان الريحه الوحشه في المنام كلام بذيء، الريحه الوحشه في المنام كلام بذيء. وانا اسمي استاذه ايمان يا ست ام احمد، شكرا لحضرتك. نرجع لمحاور الحلقة، فزي ما قلنا أنواع النوم وسبب الأرق والتعب اللي بيتسبب لنا أو الراحة النفسية، قلنا سببها النوم، ولازم نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهنأ بنوم سعيد، فمن ذا الذي يتبع هداه ثم يضل الطريق. ندخل بقى على حاجة تانية خالص اتسألت فيها كتير، كذا حد يقول لي ينفع أكذب؟ ينفع ألف حلم عشان أصلح بين اتنين؟ ينفع اكذب في حلم علشان اوصل لحاجه معينه؟ لا يجوز تماما الكذب في المنام تماما، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال ان من كذب في الرؤيه كلف يوم القيامه بعقد شعيرتين، العقاب شديد. يعني حضرتك بتكذب عشان تصلح زوجين، بتكذب عشان دعوة، بتكذب علشان توصل لمنفعة شخصية، كل هذا لا يجوز أيا كانت الصيغة، سواء شرعية أو النية سليمة، مفيش حاجة أبدا تخليك ترى بعينك ما لا تراه أو تقول أني رأيت بعيني ما لا أراه. الحقيقة أن الموضوع ده بيجر على أصحابه مساوئ لا حسرة لها. في كتب الأثر ذهب رجل إلى ابن سيرين وقال له إني رأيت قدرا به ماء وانكسر القدر وبقي الماء، فقال له ابن سيرين اتق الله فأنت لم ترى شيئا، فقال له أتكذبني بل رأيت، فقال له اتق الله لم ترى شيئا، فقال بل رأيت، قال له تلد امرأتك ذكرا يعيش الذكرا وتموت المرأة. فذهب الرجل وقال والله ما رأيت شيئا، وما لبس إلا أن حملت زوجته وأتت بالولد وماتت وبقي الولد. إذن فالكذب في الرؤية لا يعود على أصحابه إلا بكل سوء، فيجب ألا نتبع هذا الطريق للوصول إلى غاية سواء دنيوية أو تشريعية. فأي شارع يجوز وأنت تكذب؟ فالهدف من الموضوع إنك ما تقولش حاجة هي ما حصلتش، لانها هتعود اليك بالسوء وهتعود اليك بكل يعني بكل اسف حاجه مش كويسه، لانك لما بتالف رؤيه او بتالف حلم انت مش عارف هيعود عليا بايه. هل يقع التفسير حتى وان كان الحلم كذبا؟ نعم يقع التفسير وبالادله قد ذكرناه. طيب نيجي نقول بقى شويه حاجات كده حلوه من الحاجات بتاعه الرؤى، سواء للرائي او المراه او المرئي، يعني الشخص اللي حلم او الشخص اللي اتحلم بيه. هل يا ترى ده بيحصل؟ بيحصل اذا كانت الرؤية صالحة والحالم رجل صالح ام المحلوم به رجل صالح. فسريعا ذكر في شعب الايمان ان احد الصالحين قد رأى محمد بن سعيد الترمذي فقال له في المنام ماذا وجدت عند ربك بعد ما مات؟ بعد الترمذي ما مات، جل صاحبه في الحلم فقال له ماذا وجدت عند ربك؟ فقال له غفر لي. قال بماذا؟ قال رفيع الدرجات ذو العرش، دخل الجنة وربنا غفر له بسبب آية. وفي صحيح آخر أنه أحدا قد دخل الجنة لأنه حفظ الصبية قراءة الفاتحة، فعليكم بالعمل الصالح. فاللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك باسمك العزيز أن تغفر لنا كل ذنب وتفرج لنا كل كرب وتزيل عنا كل هم. اللهم فرج كرب المكروبين وكروبنا، ويسر أمر المهمومين وأمرنا، وتولى أمرنا ودبر أمرنا، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. شرفت بكم، و
إلى لقاء آخر في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.